وعشرون عاما من التاريخ والعراقة. السعودية واليابان 12 لقاء جمع المنتخبين على مدى تاريخهما. ثلاث انتصارات خضراء ولقاء وحيد ينتهي بالتعادل وثمان مواجهات يظفر بها اليابانيين. العاصمة الصينية تحتضن أول لقاءات العريقين عام 1990 في دورة الألعاب الآسيوية، وكان الأخضر حاضرا بكل قوته في تلك الليلة لينتهي اللقاء سعوديا بهدفين دون رد أحرزهما فهد الهريفي وخالد مسعد. هيروشيما تشهد النهائي الأول الذي جمع العريقين ضمن النسخة 11 من كأس آسيا في 8 نوفمبر لعام 1992، حينها فاز أصحاب الأرض بهدف دون رد محرزين لقبهم الأول في البطولة ومعلنين بداية تحدي قوية بين السعوديين واليابانيين في القارة الآسيوية. في عام 1993 التقى المنتخبان للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة عبر تصفيات كأس العالم، وأسفر اللقاء عن تعادل المنتخبين بلا أهداف. في عام 1995 استضافت اليابان المنتخب السعودي في مواجهتين وديتين، المواجهتان أسفرتا عن فوزين يابانيين وكلتاهما بنتيجة هدفين مقابل هدف. المواجهة السعودية اليابانية انتقلت هذه المرة إلى لبنان في النسخة 12 عام 2000، حين وقعا في مجموعة واحدة والتقيا في الجولة الأولى، فكانت النتيجة ثقيلة على السعوديين وخسروا 4 أهداف لهدف. المواجهة الثالثة كانت في لبنان أيضاً، وفي المباراة النهائية بالتحديد حين تكررت المواجهة بين القطبين الكبيرين وسنحت فرصة للمنتخب السعودي للتعويض عندما حصل على ركلة جزاء أخفق حمزة إدريس في ترجمتها، فانتهت المباراة يابانية بهدف وحيد. وأوقعت القرعة المنتخبين السعودي والياباني في مجموعة واحدة أيضا في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2007، فتمكن المنتخب السعودي ذهابا من الفوز على اليابان بهدف وحيد أحرزه اللاعب صالح بشير. المنتخب السعودي في الدقيقة 28 الترتيب 11 نوفمبر كانت مباراة إياب التصفيات، وكان الفوز يابانيا 3 أهداف لهدف. في 25 يوليو لعام 2007 التقى المنتخب السعودي نده الياباني في نهائيات كأس آسيا، فقدم صقور الأخضر أروع ما لديهم، حينما كانت الغلبة للمنتخب السعودي 3 أهداف لهدفين. ياسر القحطاني أحرز أول الأهداف، فيما تمكن مالك معاذ من إحراز الهدفين الثاني والثالث. الله أكبر، الله أكبر عليك مالك، عدى بالأول عدى بالثاني سجل الثالث. في كأس آسيا عام 2011 لقاء جمع السعوديين واليابانيين وانتهى بخماسية لصالح المنتخب الياباني. في 15 نوفمبر الماضي استضاف المنتخب الياباني نظيره السعودي، حينها تلقى المنتخب السعودي خسارته الأولى في التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال 2018، وانتهى اللقاء بهدفين يابانيين مقابل هدف سعودي واحد.